السلام عليكم يا فنانين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا شروق يحيى، بقالي فتره مختفيه تقريبا 3 شهور بعد ما كنت بعمل فيديو تقريبا كل اسبوع، استمرت على ده حبه. بحاول دايما ان استمر، بس كل شويه بتظهر حاجه في حياتي تاخدني منكم وبحاول ارجع تاني. بجد الموضوع صعب، بس انا بحب جدا اليوتيوب، بحب الفيديوهات وبحبكم، فهحاول اكمل. وطبعا بتشجيعكم بتساعدوني جدا ان اكمل. انا كنت فين الفتره اللي فاتت دي؟ كنت بتعلم فاشن ديزاين، عملت الفستان ده. هحكي لكم الموضوع بدا معايا ازاي. انا دايما لما ببقى عايزه فستان سواري، كان بيبقى دايما عندي مشكله انه ما فيش حد بيعرف ينفذ لي الحاجه اللي في دماغي اللي انا عايزاها، او مثلا انا محتاجه فيها انها تكون مريحه، او ايا كان مش بلاقي حاجه حد يطلعها لي زي ما عايزاها بالظبط بسعر مقبول. دايما كانت بتبقى الاسعار اوفر قوي، او ما فيش اصلا حد يعملها لي. الموضوع بدا من فستان خطوبتي. فستان ده انا فصلته ساده خالص، كان ساعتها 700 او 800 تقريبا، وقال لي انه لو هيطرزوا لي هياخد عليهم 700 او 800 تاني. وانا يعني بحب اعتمد على نفسي وكده، وكنت شايفه انه لا مش هينفع، الرقم ده غالي قوي عليا. فقررت انه انا اللي هطرزه بايدي، او انا اللي هخيط الورد اللي انا كنت عايزه اعمله فيه بايدي. دي كانت البدايه. وكنت انا ساعتها انا واتنين من صحابي، وقعدنا نخيطه بايدينا كلنا. بعدين بدا يبقى عندي ورد زياده، وكل بقى مره بدل ما افصل حاجه جديده بشوف حاجه قديمه من عندي واحط عليها الورد ده بطريقه جديده، بحيث انه اغير من شكل الحاجه اللي عندي. لان دايما دايما بكره قوي مشوار ان اروح لترزي او فاشن ديزاينر يعمل لي حاجه. انا دايما برجع بخيبه امل، يعني ما بيعملنيش الحاجه اللي انا عايزاها. اخر مره كان بقى من ساعه خطوبتي، ده عدى عليها 3 سنين او 3 وشويه. فرح بقى صاحبتي القديم، كنت عايزه اعمل حاجه جديده. كنت هعمل جامب سوت. مبدئيا كنت عايزاها تكون جامب سوت بس واسعه، البنطلون ما كنتش ضايق، يعني كان بيعترض ويقول لي انه ما ينفعش، وانا بردع. وكنت عايزه ان هي تكون فيها، يعني طلعت له انا كذا فكره ان ممكن نعملها سوست بطريقه مش باينه وكده عشان تكون الموضوع سهل عليا. بدا يتسخف معايا، وانه احنا ليه عايزين كل حاجه سهله وسريعه وما تدي له وضع صناعي. المهم ساعتها بجد حسيت انه انا ليه بهين نفسي كده مع ناس ما تستاهل. ساعتها فعلا قررت، وكانت هي دي البدايه، انه انا هتعلم التفصيل، بالذات ان انا شفته عمل جامب سوت دي قدامي في ساعتين من غير ما ياخد اصلا مقاساتي. فمادام هي حاجه سهله كده وسريعه مع حد بني ادم عادي، طب ما انا كمان ممكن اعملها. بس ساعتها قررت، خدت القرار ده في شهر 12 اللي فات. اول حاجه عملتها اني اشتريت ماكينه خياطه، وبدات اشوف فيديوهات كتير قوي على اليوتيوب، شوية عربي وشوية انجليش وشوية من فساتين اطفال او فساتين كبار والباترون وكل حاجة. بعدين بالصدفة انا طبعا كان صعب اروح اخد كورس يعني في مكان، علشان انا معايا بيبي. ساعتها كان بيبي معايا 8 شهور، وصعب كل الكورسات تقريبا بتبقى 3 او 4 ساعات، وصعب اروح اسيبه في حته واني هاخد معايا حد واخليه متذنب معايا. ودايما كورسات الفاشن بتستمر 3 شهور و4 شهور، فتره طويله قوي على ان انا ابهدل حد معايا كده، واصلا ما فيش حد يقدر يعمل كل ده معايا. فكان دايما الحل الاسهل بالنسبه لي هو اني فيديوهات اليوتيوب. بالصدفه لقيت بنت وانا بتفرج عليها على الفيديوهات بتاعتها، ان هي بتقول ان هي ساكنه في مكان كذا، والمكان كذا ده قريب مني جدا، ان هي بتدي كورسات في البيت بتاعها. فكلمتها فورا. والفاشن ديزاينر دي اسمها ايا سعد، وهي عسوله جدا. ورحت فعلا خدت معاها، يعني انا خدت معاها بس 4 مرات، اتعلمت انه اعمل الباترون ازاي، وعملنا بلوزه وقميص. وكنت اصلا يعني ممكن بس بقص قدامها انما شغل المكنه في البيت. كان برضو اللي مساعدني ان امي بتفصل من زمان، بس ام زي معظم امهاتنا بيفصلوا من غير باترون. بس انا ما كنتش حابه اتعلم من غير باترون، انا كنت حابه ابقى بروفيشنال في الموضوع، او عامه يعني انا اي حاجه في حياتي اعملها بحب اكون عاملاها يا صح قوي يا فاكس. فعشان كده كنت ما استكفتش يعني بالمرحله اللي امي وصلت لها، وكنت عايزه اتعلم اكتر، سواء من كورس او سواء من يوتيوب. كان اللي بلاقي قدامي فعلا كنت بعمله. بعد ما عملت معاها بلوزه، صدفه كان عندي مناسبه كمان، كان بالظبط 6/3 اللي فات. كان ساعتها لسه قدامي شهر ونص.
كان في فكرة فستان في دماغي نفسي اعملها جدا، ف بس كله قال لي صعبة جدا كبداية. انا ما فصلتش غير بلوزة، والبلوزة هي كمان اللي مساعداني فيها، يعني اعتبر لوحدي ما عملتش حاجة، وعملت مع ماما جامب سوت بس. خدت الريسك، وكل اللي حواليا قالوا لي طب بلاش دي اول حاجة وابدأي بحاجة سهلة. بس انا قلت انه عارفين لما توصلوا في مرحلة في حياتكم لما تحسوا انه it's now or never، يعني انا لو ما عملتهاش دلوقتي انا يعني ممكن ما اعملش بعدين، ممكن الحماس اللي انا فيه ده يقل، وممكن الفرصة دي ما تتكررش تاني، يعني ان انا تيجي قدامي مناسبة كده وانا بتعلم وعندي الشغف، وبجد انا نفسي قوي قوي في الفستان ده، فخدت القرار ان انا هعمله. بدأت بقى ايه ابسطه، انا برضو عشان مهندسة وكده، فاحنا متعلمين في الهندسة انه اي مشكلة كبيرة بنجهزها لمشاكل اصغر عشان نعرف نحلها. فالفستان اللي كان في دماغي كان ليه اكستنشن. فالاول الفستان الاساسي فستان بيزك ساك عادي جدا سيمبل، ما فيهوش اي حاجه وسهل، والجزء اللي فوق كانه بلوزه بس كانها طويله شويه. فقلت ان دي اول حاجه هبدا بيها. بعدين بدات افكر بقى في الاكستنشن ده ازاي يتعمل، وعملت سيرش كتير على اليوتيوب وابدا واجرب، ويعني اخد رايها واقول لها الخطوات هعمل كذا 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 صح، واخد راي ماما، لحد ما يعني بعد شهر ونص تقريبا وشغل كتير جدا جدا. وحتى انا شفت الفستان ده في متنفس اللي هو الطبقات التول على الاكستنشن دي، شوف كتير فساتين واقول هو ازاي التول مش متساوي كده، وعيني برضه احنا عشان رسامه فعيني كانت بتلقط الاخطاء قوي، وكنت ببقى انا عايزاها تطلع يعني عايزه الفينش يبقى عالي جدا، مش عايزه اللي يشوفها يقول لحد مبتدئ اللي عملها. فخد مني وقت طويل قوي التول ده. انا فاكرة انه لحد الفرح كان يوم جمعة، يوم الخميس بالليل كنت فضلت شغالة حد الساعة 7 الصبح، ومن كتر التعب عملت غلطة غبية جدا، وهي اني خليت الاكستنجن القفلة بتاعته الكوبشة لما تيجي تتلبس كأن الاكستنجن ملبوس بالشقلوب اصلا، يعني عملت الكمر بالمشقلب كله، واضطريت افكه تاني واعمله، بس ما كنتش عايزه استسلم وادخل انام، بالذات ان كان تاني يوم عندي شغل، ومن الشغل هطلع طبعا فرح. فبجد انا كنت الساعه 7 الصبح دي كنت في قمه التعب. متخيلين يعني ايه بيبي صغير 8 شهور ولا 9 شهور، وانا بعمل حاجه صعبه، وكل حاجه بيقول لي خلاص مش مشكله دي اول مره وعادي وحلو جدا، وانا اما اقوم انام دلوقتي واستسلم للتعب او هعافر، والحاجة اللي انا عايز اعملها هعملها وتطلع تحفة والناس تنبهر بيها، واحس انه بالنجاح ان انا فعلا عملت الحاجة اللي كان نفسي فيها. الحمد لله كنت خلصت الفستان كله تقريبا قبل ما انام، كانش فاضل بس غير حاجات بسيطة كانت عايزة تتكوي، وفضلت بقى مترقبة انه الناس هتشوف ايه، حد هيلقط اخطاء فيه ولا لا، هيقولوا لي ايه، بالذات انه من عيلتي في كذا حد بيعرف يفصل ويخيط، زي ما قلت لكم معظم امهاتنا زمان كانوا كلهم بيعرفوا يخيطوا. المهم اشترى عجبهم جدا جدا، وانا انبسطت قوي قوي براي الناس، وكان في ناس كتير مش مصدقه ان دي اول مره اعمله وانه كله اتعمل لوحدي. انا لما بوصف للناس الخطوات يعني في كذا حد حتى قال لي انا اعرف ازاي اعمله، بس انا ما اقعدش اعمل في الوقت ده كله فستان، يعني كله برضو حاسس انه عدد ساعات اللي قعد فيه كتير، وانه انه باين عليه التعب اللي اتعمل فيه، فدي حاجه بجد بسطتني جدا. هل بقى انا ناويه اكمل في المجال ده؟ هسيب الرسم، انا بحب الرسم جدا ومش هسيبه، بس غالبا ههتم الفترة الجاية بالفاشن كتير، لان انا حبيته جدا، وشايفة انه سواء حتى لو مش هكون فيه كشغل بروفيشنال شغل، انا لا مبسوطة قوي. السبب الاساسي اللي خلاني اتعلم الفاشن هو اكتفاء ذاتي، انا عايزة اعمل الحاجة بتاعتي اني مش بلاقي حد يعرف ينفذها لي كويس. فانا هفضل بفصل حاجتي وبديزاين حاجتي، احتمال كبير جدا انه يتحول لبزنس، مش عارفة حقيقي فعلا لسه مش عارفة، بس
لسه يعني الايام هتبين. انتوا قولوا لي رايكم لو شايفين انه انا في امل ولا لا. بفكر كمان ان احنا نبقى بنخصص يوم معين بنزل فيه فيديوهات للفاشن ليه علاقه بالتفصيل، بالديزاين، بالرسم، السكتشات، تكون سواء للاطفال الاولاد او البنات او لينا احنا حتى الكبار. عرفوني لو انتوا فيكم ناس كتير مهتمه بالموضوع ده، انا ممكن اعمله جدا. بس هي دي قصتي وده سبب اختفائي الفترة الأخيرة. إن شاء الله الفترة الجاية هكون موجودة أكتر، ليست مرة كل أسبوع. تنسوش لو حابين إنه أعمل فيديوهات عن الفاشن وعن التفصيل والتصميم قولولي في الكومنتات. قولولي تحبوا نتكلم في ايه تاني عن الرسمة او ايه تاني محتاجين تتعلموه. متنسوش تشجعوني سواء بالكومنتس واللايكس والشير. لو انتوا لسه ما عملتوش سبسكرايب يبقى اعملوا سبسكرايب دلوقتي حالا علشان تشوفوا كل فيديوهات جديدة. متنسوش تدوسوا على الجرس عشان كل فيديو جديد يظهر لكم بسرعة. نشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.